سيلبريتي دويت تجربة كتير حلوة. ما كنت منتظرة أنه أنا أكون بارت منها، بس شاءت الصدف أنه يكون عندي جمعية اسمها لونغوينغ بوترفلاي اللي هي خاصة بالإيموفيليا. أصرت علي أنه نبرز الإشو تبع الإيموفيليا بالمجتمع وننشر توعية عن الإيموفيليا يلي العالم بعد ما كتير بيعرفوا عنها. سو كان سيلبريتي دويتس البلاتفورم الأهم لنبرز هيدي الايديا. بما يختص باللوكات بعشر برايمات، كان في يمكن اكثر من 14 لوك. انا بهتم بكل شيء اكيد وبشرف على اداء التفاصيل. في عندي ديزاينر صاحبتي زينه صليبي بتساعدني كثير بالكوتور كمان، وفي اكيد لبست من عند كذا كوتوريه لبنانيه وعرب. مش هينه انك تولفي غنيه وتحفظيها وتجيبي الطبقة المضبوطة، تكوني عم تجربي تحفظيها مع الطبقة تبعيتها وتجهزي لوكات وتكوني أنت مسؤولة عن كل شيء. هذا الشيء مش هين، في كتير ركض وفي كتير تحضير، بياخد كتير وقت. أوقات بنكون عنا ريبورتاج بدنا نصور، أوقات فوتو سيشن للبروجرام، كتير بياخد وقت. بس بذات الوقت يعني إنه هو شيء كتير حلو وبيسلي واكسبيرينس عن جد حلوة، وأنا أكيدة إنه ما بتتكرر. بالنسبة للشعر الأسود، حبيت أنه أطلع بلوك جديد يعمل شوي صدمة عند المشاهدين، وأكشلي عمل الصدمة والإمباكت اللي أنا كان بديه. يعني فاجأ كتير وأجاني كتير أسئلة وأجاني كتير آراء أنه حبوا الأسود أو ما حبوا، بيحبوا الأشقر أكتر. سو بالتغيير يلي عملته وصلت للإمباكت يلي كان بدي أنا فاجئ العالم فيه. شو هو انترتيننج شو، والعالم اكيد عم تحضر مشان الاغاني، مشان تسلاقي ومشان اللوكات يلي بنطلع فيهم. سو بحق لهم يشوفوا دائما شيء جديد، وكان الشعر الاسود فكره حلوه بفتكر. من بعد سيلبريتي دويتس هلا في كذا مشروع يعني، بس انا ما غبت عن التلفزيون. يعني انا كان عندي برنامج بدبي بتلفزيون كثير معروف، ووقفت لما صار عندي نور، بس انه التلفزيون مش بعيد عني ابدا. حتى في يعني مشاريع غير التلفزيون، بس انه لا يخلص دويتس، لا اخلص انا دوري بدويتس واتفضل ادرس الستيب تكون مزبوطه، ما بدي اعمل ستيب ناقصه. يعني تشوفوني بالمستقبل عم غني؟ هلا اكيد ما في ولا بلان، بس انه يمكن اذا شيء هيك لنتسلى او شيء هيك غنيه هيت، انه ما حدا بيعرف هيك شيء لنتسلى، انه انترتيننج يعني يكون.